بحال اللي كتعرفوا جميعا مجلس الامن الدولي اقر اليوم القرار السنوي ديالو بتجديد ولايه المينيرسو لمده سنه. هذا القرار تم ب 13 الصوت وجوج ديال لي سابستونسيون. المغرب كي يشير بهذا القرار ويثمن القرار اللي خداه مجلس الامن، وكيعتبر هذا القرار قرار مهم، اولا بالنظر للسياق ديالو، ثانيا بالنظر للمضمون ديالو، وثالثا بالنظر للمواقف اللي عبرت عليها الدول خلال الموافقه على هذا القرار. اولا القرار مهم بالنظر للسياق ديالو، لانه جاء في واحد السياق اللي فيه المغرب حقق مجموعه من المكتسبات منذ القرار الاخير اللي كان في اكتوبر 2020، مكتسبات اللي تمت بانخراط الشخصي وبالمتابعه الدائمه لجلاله الملك محمد السادس منذ القرار الاخير، واللي كنعرفوا شنو وقع. القرار كان في اكتوبر، في 13 نوفمبر كان تامير معبر الكركارات وفتحوا من جديد للتجاره، كانت في دوجنبير الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء، وكانت في خلال ذاك الفتره كذلك فتح مجموعه القنصليات في الاقاليم الجنوبيه للمملكه، وهذه كلها مكتسبات اللي شار لها التقرير الامين العام الاخير، واعتبرها من التطورات الاساسيه اللي عرفها الملف. السياق كذلك بحال اللي لاحظتوا كان هاد المكتسبات كان فيها واحد واجهتها واحد شويه ديال لاجيتاسيون، واحد التحرك من قبل وبعض المناورات من قبل الاطراف الاخرى. لهذا هذا القرار في هذا السياق ديال المكتسبات وديال هاد لاجيتاسيون اللي كانت عنده واحد الاهميه، لانه كيقدم اجوبه مهمه على كاع هاد المناورات وعلى هاد التحركات اللي كانت مع هاد المكتسبات. خمسه ديال الاجوبه كيقدم هذا القرار. الجواب الاول هو حول طبيعه المسلسل، لو فورما دو بروسيسوس. كانت تعبئه ديال الاطراف والجزائر بشكل خاص باش يقولوا بان هذا الشيء خص يتعاود فيه النظر. كانت رساله ديال المندوب الدائم للجزائر في 21 اكتوبر لمجلس الامن كيقول له فيها بان المائده المستديره ما بقات عندها حتى شي قيمه، وبان الجزائر كترفضها. الجيريا سترونغلي ريجكت ان ريفرنس، كترفض اي اشاره للموائد المستديره في القرار. وكانت تصريحات بان لو فورما دي دو تابل روند ني بلو ا لور دو جور، سات اوبسيون اي ديزورمي اوبسوليت. كانت بحال شنو الجواب ديال مجلس الامن؟ هو ان يؤكد بان الموائد المستديره بمشاركه الجميع هي الاليه الوحيده لتدبير المسلسل. الموائد المستديرة مذكورة على الأقل واحد أربعة المرات في القرار كآلية اللي يجب متابعتها من قبل المبعوث الشخصي. هذا الجواب الأول حول هذه بأن الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف هي الإطار الوحيد. الجواب الثاني كان كيهم شنو هو الهدف من المسلسل، لا فيناليتي دو سو بروسيسوس. كانت كذلك محاولات لإحياء واحد الخطط القديمة واحد المخططات المبتذلة، ومجلس الأمن وكانت يعني ضغط وكان حتى ابتزاز باش أن الفقرة الثانية من القرار تغير، لأن هي اللي كتحدد شنو هي ماهية الحل. وكتعرفوا ذاك الفقرة شنو كتقول، بأن الحل خصو يكون واقعي عملي قائم على التوافق، وهذه كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، ولأنها تبعد كل ما هو ليس واقعي، كل ما هو ليس عملي، كل ما هو ليس قائم على التوافق. لهذا كذلك كان الجواب من مجلس الأمن على كل هذه التحركات وعلى هذه المناورات في هذا الإطار. الجواب الثالث أطراف المسلسل، les acteurs du processus، دونك لو فورما، لا فيناليتي اي les acteurs. كانت كذلك تصريحات وحنا كنشوفوا الجيري نو بارتيسيبرا با، الجيري ني بلو كونسيرني، nous confirmons notre rejet formel et irréversible de toute participation aux tables rondes. Les tables rondes sont devenues contre-productives.
هذو التصريحات اللي كانت في إطار هذه لاجيتاسيون. الجواب ديال مجلس الأمن هو أن الجزائر مذكورة في القرار عدد المرات اللي مذكور فيها المغرب، 5 المرات. هذا الجواب الأول. ثانيا بأن مجلس الأمن بهذه الطريقة كيحدد الأطراف الحقيقية ديال النزاع، وبأن الجزائر عندها مسؤولية في المسلسل بقدر مسؤوليتها في خلق النزاع واستمراره. فكان الجواب أساسي. وكثر من هذا اش كيقول مجلس الأمن، تسمحوا لي نقرأ بالفرنسية. Le Conseil se félicite de la participation du Maroc, du Polisario, de l'Algérie, de la Mauritanie dans un esprit de réalisme et de compromis tout au long de la durée du processus en vue de son aboutissement. فما كيهضرش على مرة، دابا tout au long du processus l'Algérie est appelée à s'impliquer et à participer. هذا هو مجلس الأمن، بأن على طوال المسلسل الجزائر مدعوة أن تشارك وأن تشارك بمسؤولية وأن تشارك بشكل بناء في هذا المسلسل. هذا الجواب الثالث على هذه الزاجيتاسيون وعلى التصريحات وشي كذلك. الجواب الرابع كان على مسألة وقف إطلاق النار. كانت محاولات باش أن يجعلوا من عملية ديال القرقارات وتحرير المعبر من ما كانت كتقوم به ميليشيات البوليزاريو بأنه هو السبب في كاع المشاكل. جاء جواب المجلس الأمن بشكل واضح. مجلس الأمن كيقول جملة واحدة: Nous constatons avec une profonde inquiétude la rupture du cessez-le-feu. Je ne sais pas ce que ça dit. Au moment où le MJ Islam qui a parlé à la Kalak, il a été à la rupture, il y a une haie, il y a une haie qui a été à la Kalak. Il y a une haie qui a été à la Kalak. Il y a une haie qui a été à la Kalak. Il y a une haie qui a été à la Kalak. Il y a une haie qui a été à la Kalak. المغرب بشكل رسمي على أعلى مستوى، على مستوى جلالة الملك، اللي خاطب الأمين العام باش يقول له بأن المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار. فهذا القلق اللي كيعبر عليه مجلس الأمن هو رسالة للأطراف اللي كتلعب بوقف إطلاق النار باش تحمل هذه المسؤولية. القرقارات ما مذكوراش في القرار لأن مجلس الأمن بحال الأمين العام اعتبرها تحصيل حاصل، وبأن كان هناك يعني واحد الحرقة للحركة السير، كان هناك ميليشيات اللي جات لتهديد أمن الناس اللي كياخذوا داك الطريق، تدخلت القوات المسلحة بتعليمات من جلالة الملك، رجع الوضع إلى طبيعته، والآن الأمر انتهى. في القرقارات ليست مذكوراش في القرار بشكل نهائي. نفس الشيء فيما كنشوفوا، راه وصلوا دابا يمكن واحد 240 بيان للحرب اللي كيديروا هاد الميليشيات. مجلس الأمن كذلك كيجاوب على هذا الشيء بأن الوضع هو الوضع مستقر، بأن معبر القرقارات كيمشي بشكل عادي، وبأن من يتحدث على حرب قائمة وهذا، فمجلس الأمن أعطى الجواب على ذلك. وبالتالي فهي رسالة قوية للجزائر والبوليزاريو بأن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة. في نفس الإطار القرار كيطالب باش أن يكون هناك دعم قوي للمينيورسو. وكتذكروا شنو قال الأمين العام في التقرير ديالو، بأن طرف هو اللي كيعرق العمل للمينيورسو، وبأن هناك جهة اللي هي الجزائر والبوليزاريو اللي ما كتخليش المينيورسو تحرك بالشكل اللي خصها تقوم به، خاصة شرق الجدار الأمني. هذا كذلك كان جواب. الجواب الخامس هو حول المكتسبات اللي كانت عند المغرب في هذه القرارات ديال مجلس الأمن في السنوات الأخيرة. كانت محاولات للمس بهذه المكتسبات، كلها موجودة اليوم في القرار. الحكم الذاتي كإطار واقعي عملي وكريديبل وذو مصداقية مذكور في القرار كأفق وحيد لهذا الحل. كانت محاولات وشفنا رسائل تكتبات على مسألة حقوق الإنسان، مجلس الأمن ما الدول عارفة الوضع وكتميز ما بين شنو هي مزايدة وشنو هي تشويش وشنو هي الحقيقة. وبالتالي لا المونداد المينيورسو ولا مسألة حقوق الإنسان ما طرحتش كاع في القرار. على العكس من ذلك، مسألة تسجيل اللاجئين ومسؤولية البلد اللي فيه هاد المحتجزين في تندوف مأكدة في قرار مجلس الأمن، كنظن في الفقرة 8 اللي مجلس الأمن كيأكد على أن يجب القيام بإحصاء
هاد المحتجزين، على اعتبار بأن الإحصاء غيمكنهم أولا باش تحمى الحقوق ديالهم من انتهاكات اللي كاينة، انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعلى أساس بأنها كذلك تسمح لهم باش أنهم يخرجوا من ذاك الجحيم ديال ذاك المخيمات. نفس الشيء فيما يتعلق بإقحام منظمات إقليمية بحال الاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد الإفريقي في هذا المسلسل، كانت مناورات عديدة، القرار خالي من كل هذا. فهذه أجوبة صريحة واضحة مباشرة قدمها مجلس الأمن لكل هذه المناورات وهذه الزاجيتاسيون، هذه التحركات اللي كانت كتحاول تعطي الانطباع بأن شيئا ما سيحصل، وبأن راه كاين واحد بأن مجلس الأمن الآن غيغير الوضع ديالو ولا غيغير المحددات ديالو. الجواب كان واضح، لا من حيث المسلسل وشكله، لا من حيث الحل وكيف وطبيعته، لا من حيث الأطراف الحقيقية ومن ومسؤوليتها، ولا كذلك من حيث وقف إطلاق النار ومن المسؤول عنه، ولا من حيث وهو الأساسي أن المكتسبات اللي حقق المغرب كلها الآن أصبحت مكتسبات مؤكدة من خلال هذا القرار اللي اختاه مجلس الأمن. المغرب كيعبر على الشكر ديالو للدول اللي ايدات هذا القرار، وعلى واللي عبرات منها الولايات على الأقل عضوين دائمين الولايات المتحدة وفرنسا عن دعمهم الكبير لمبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل. هذه كلها عناصر اللي جاب هذا القرار اللي في السياق ديالو ولا من حيث المضمون ديالو كيشكل المغرب تعامل معاه بهدوء وبشكل على اعتبار بانه واحد الاستحقاق عادي، ولكن الاطراف الاخرى حاولت تجعل منه واحد نقطه تحول. مجلس الامن جاوب في هذه الخمسه النقاط كما اكدت ذلك. شكرا. Monsieur le ministre, Mohamed Chakir 360, je reviens au sujet des tables rondes. L'Algérie a informé les membres du Conseil de sécurité de son opposition à ces tables rondes. Que pensez-vous de cette décision ? Je n'ai rien à penser par rapport à ça. Aujourd'hui, le problème, c'est entre l'Algérie et la résolution du Conseil de sécurité. Ce n'est pas entre l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, si l'Algérie a un problème, c'est avec la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité qui a au moins à trois reprises a mentionné la table ronde comme cadre exclusif pour la poursuite du processus et à cinq reprises a appelé l'Algérie à participer à ce processus de table ronde. Mais plus que ça, que tout au long du processus de recherche d'une solution, l'Algérie est tenue à s'impliquer de manière constructive et réaliste. Donc le problème, ce n'est pas entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, le problème de l'Algérie, c'est par rapport à une communauté internationale, par rapport à une résolution du Conseil de sécurité et par rapport à une volonté partagée par l'ensemble des membres de la communauté internationale qui reconnaissent de manière claire le rôle, la responsabilité de l'Algérie et que tous sont aujourd'hui clairs que l'Algérie, comme il a été derrière la création de ce différend, comme il est derrière le maintien de ce différend, il a une responsabilité particulière pour participer à sa résolution. L'Algérie a donné l'impression que le Maroc est isolé, que ses positions sont partagées par la communauté internationale. Aujourd'hui, le Conseil répond. C'est la volonté de la communauté internationale. Toutes les déclarations, toutes les lettres ont eu cette réponse claire, franche et directe. Maad al-Wazir, Adel Zoubairi, Qanat al-Arabiya. لو تطلعونا رجاء على موقف المغرب من تعيين شخصيتين اثنتين لهما ارتباط بقضية الصحراء، السيد ألكسندر إيفانكو باعتباره رئيس لبعثة المينورسو في مدينة العيون، وأيضا الدبلوماسي الأوروبي المخضرم ديمستورا الذي وضعه السيد غوتيريس على رأس مهمة أنه الموفد في هذا الملف. شكرا لكم. المغرب في تعامله مع هذه التعيينات ولا هذه الاقتراحات
كينطلق دائما من ثلاثه المبادئ. المبدا الاول هو انه دوله وطرف مسؤول يتعامل مع الامم المتحده في اطار الاحترام والشفافيه والمسؤوليه. النقطه الثانيه هو ان المغرب واضح فيما هي المسؤوليه والاختصاصات اللي عند كل مسؤول من هادو، وبان تحديد الموقف كيكون بالنظر الى احترام الاختصاصات والمسؤوليات اللي معطيه لهم. والمبدا الثالث هو ان المغرب كيعطي الموافقه وكيتعامل بشكل بناء، خاصه من كيجي من عند الامين العام الاقتراحات، ولكن كيبقى عنده واحد كيبقى فيجيلون كيبقى حاضي. ايفان كو كان عندنا واحد التردد بالنظر اننا كان عندنا دائما حنا واحد المبدا ما كنبغيوش اعضاء مجلس الامن الدائمين يكون عندهم مسؤوليات، لهذا كان عندنا واحد التردد. ولكن بالنظر الى انه جاء طلب عند الامين العام، المغرب قال نعم، ولكن المغرب غيبقى كيشوف مدى احترام الاختصاصات، مدى احترام المسؤوليات اللي عند السيد ايفانكو. والمغرب بقدر ما هو بحال قلت بناء وواضح ومسؤول كيقول نعم بهذه المسؤوليه، وملي كيكون المشكل كيقولوا كذلك بنفس المسؤوليه. بالنسبه للسيد ديميستورا نفس الامر، المغرب خدا وقته وشاف لو بروفيل دابور، شكون هو هذا السيد هذا. كان عنده بعض التساؤلات، كان عنده بعض بعض النقاط اللي كان خصها توضح. بنفس الامر المغرب اليوم كيقول بانه غيتعاون مع ديميستورا، ولكن المغرب غيتعاون معاه في اطار المحددات اللي حددها هذا القرار، واللي هي محددات واضحه واللي يجب احترامها. نفس الشيء مع السيد الكسندر ايفانكو، المغرب غيتعامل معاه بحسن نيه باحترام، ولكن المغرب كيبقى دائما اولا واخيرا منطلق من الشرعيه الدوليه، من قرارات مجلس الامن ومن مصالحه اولا واخيرا. المغرب بالنسبه له قضيه الصحراء هي قضيه وطنيه، وبالتالي هذه ماشي قضيه ديال ديال التساهل ولا قضيه ديال ارضاء، ولكنها قضيه مسؤوليه. لهذا المغرب كيتعامل بشكل بناء، ولكنه كيبقى حريص على ان التحد ما يتجاوز الخطوط الحمراء في المسؤوليات ديالو. شكرا جزيلا.